Boys and girls, this is Mrs. Dalia Samir with you. I will teach you our lovely subject, science, in grade 4. The first unit will talk about the matter. Lesson 1, measuring tools. Let's begin. First, we must know the concept of matter. لازم نعرف الأول يعني إيه كلمة matter. What is the matter? What is the matter? Anything around us, أي حاجة حوالينا can be measured, نقدر نقيسها تعتبر matter. زي الباج أقدر أعرف الحجم بتاعها أو أقدر أشوف الكتلة بتاعتها ليها تقل معين. Different types of bag. Bottle. Glass. كوباية. Ball, football, tennis ball. كل الأوبجكتس دي can be measured. ينفع تتقاس. ينفع أقيس الكتلة بتاعتها, الماس. ينفع أقيس الحجم, أشوف هي واخدة مكان قد إيه. بينفع تتقاس. يبقى أي حاجة ينفع أقيسها, أقدر أقيس كتلتها أو حجمها موجودة حواليا تعتبر matter. Considered matter. تمام؟ لكن different عن another things can't be measured, مختلف عن حاجات تانية مثلا ما ينفعش تقاس. Like to be honest, انك تكون امين, دي حاجة ما ينفعش اقيسها. ما اقدرش اقيس الكتلة بتاعت الامانة ايه, ولا حجمها ولا طولها. ما اقدرش اقيس الامانة, تمام, لانها حاجة معنوية مش حاجة مادية. ده الفرق بين الحاجة المادية والمعنوية. هنا بنتكلم عن الحاجات المادية, المادة اللي موجودة حوالينا. يبقى these objects are different in shape, مختلفين في الشكل. Objects دي كلها مختلفة في الشكل, color واللون, and texture والملمس. But all of these objects are matter, لكن كل ال objects دي matter. Okay, we want to answer the question, define matter. Define matter. كلمة define matter يعني يقول التعريف بتاع كلمة matter. التعريف عندنا من السنة دي حاجة اسمها definition. التعريفات هنبدأ ناخدها مع بعض. أي concept جديد بناخده بنحتاج نعمل تعريف ليه ونحفظه. جملة بتوضح لي أو بتعرفني معنى الكلمة أو الconcept الجديد اللي احنا خدناه. فكلمة matter definition بتاعها, it is everything that has a mass and a volume. It is everything, كل حاجة حوالينا. That has a mass, ليها كتلة. And a volume, وليها حجم. وليها حجم. Everything that has a mass and a volume, يبقى matter. أي حاجة ليها mass و volume, دول الشرطين اللي عندي. لو الشرطين موجودين يبقى هي دي matter. Between brackets في كلمة occupies a space, دي معنى كلمة volume. هناخدها في الديفينيشن بتاعها بعد شوية. Occupies a space يعني بتشغل الفراغ, بتاخد مكان من الفراغ. دي أقدر أحطها مكان كلمة volume, هي بالظبط, the same meaning. يعني لو قلت it is everything that has mass and occupies a space بدل كلمة volume, it's okay, نفس المعنى. تعالوا نقولها بطريقة بسيطة كده, أغنية صغيرة تحفظنا أكتر, تحفظوا بالأغاني حلو. Matter is everything, has mass and volume. 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 شاطرين, في ناس كانت بتقول matter is everything, has mass and volume. سهل قوي. طيب احنا عندنا كلمتين جداد برضو, mass و volume. Mass و volume الاثنين جداد علينا. تعالوا نعرف definition منهم. كلمة mass definition بتاعها
It is the amount of matter in an object. Mass اللي هي الكتلة. الكتلة معناها the amount of matter, كمية الماتر in an object اللي موجودة في الجسم. كمية المادة اللي في الجسم هي اللي بتخلي الماس بتاعه كبير، كتلته كبيرة أو كتلته قليلة، لكن في كل الأحوال لازم يكون ليه كتلة، لازم يكون ليه ماس حتى لو صغير أو كبير. بصوا كده في الصورة دي شوية فاني، هنلاقي عندنا elephant بنوزنه وبنوزن الهورس ده، تمام؟ مكتوب ايه؟ الاليفانت هنا has a bigger mass heavier than the horse، عنده كمية المادة اللي في جسمه أكبر أكتر من الهورس. طيب بصوا بقى في الصورة اللي جاية دي هتوضح فكرة تاني، بس ركزوا فيها. أنا عندي هنا two objects، ال two objects دول الاتنين the same in volume، حجمهم زي بعض، الحجم بتاعهم زي بعض، لكن أنا هنا بقيس الماس. أوكي بص كده على البوينتر اللي موجود في البالانس تحتيهم في الميزان اللي تحتهم، انهي واحد فيهم الماس بتاعته اكبر، المؤشر جايب درجة اكبر؟ هنلاقي كده البالانس اللي موجود in the left side بتاع البريك، هنلاقي البوينتر بتاعه جايب ماس اكبر. اوكي يبقى the piece of brick has the bigger mass than the piece of sponge، عن البيس التانية دي معمولة من سبونج، معمولة من السفنج، تمام؟ هي نفس الحجم لكن كتلتها طبعا قليلة صغيرة، تمام؟ غير الطوبة دي تقلها أكتر، it has the bigger mass. يبقى ممكن يكونوا قد بعض في الحجم لكن الماس مختلف، لكن الماس مختلف. اوكي volume. تاني حاجة، تاني شرط في الديفينيشن بتاع كلمة matter، قلنا everything has mass and volume، فمحتاجين كمان نعرف معنى كلمة volume، ايه الديفينيشن بتاعها. volume it is the space occupied by matter، it is the space occupied by matter. اوكي الفراغ اللي بينشغل بالماتر، الفراغ اللي الماتر محتاجه او اللي ماتر بياخده بيشغله بيملاه، تمام؟ فلما اقول فوليوم معناها السبيس اللي واخده الماتر ده، اللي شغله الماتر ده، ذا سبيس اوكيبايد باي ماتر، تمام؟ تعالوا نشوف كده في الصوره دي موضحه حاجه، بيقولي نفس التعريف تاني، amount of space occupied by an object، an object او matter هي عندنا هنا wall، عندنا جدار بيتبني، تمام؟ فباين منظر البريك دي اللي عايزين نحطها، البيس اوف بريك دي انا محتاجه احطها في المكان ده. لو كان السبيس اللي هنا اللي موجود مش قدها، اصغر منها، ما كنتش هقدر احطها، تمام؟ لكن لو السبيس قد الحجم بتاعها يبقى ينفع كده تتحط، هي هتاخد المكان اللي فاضي ده بالظبط، هتاخد المكان ده. لما احطها يبقى هي كده بتشغل المكان، خلاص بعد ما كان فاضي كان سبيس، دلوقتي بقى مشغول، خلاص هي مالت السبيس ده وبقت محطوطة في الوول، مالت الجدار ده، واحنا بنبني بنعمل كده، تمام؟ في حاجات تانية كتير في حياتنا، لما اجي عندي مثلا رفوف في المكتبة بتاعتي بحط الكتب بتاعتي، لو في سبيس مناسب اني احط كتاب تاني هقدر احطه، لو مفيش سبيس مناسب اني احطه يبقى خلاص مفيش مكان، عشان الحاجه اللي انا عايزه احطها دي الكتاب ليه فوليوم ومحتاج مكان. واحنا بنلعب بالمكعبات، احنا بيبقى ساعات في مكعب كبير او مكعبات صغيره، باجي اركب حاجات على بعض، انا محتاج افهم معنى الفوليوم عشان اقدر اعرف انا عندي سبيس احط مكعب تاني كمان جنبه ولا ما عنديش، هقدر ابني ازاي، اظبط ازاي. نفس فكره البنى اللي موجوده في الوول في الصورة التانية، تمام؟ يبقى الفوليوم، قبل ما ندخل بقى في حاجات جديدة، احنا عندنا كلمة ماس وفوليوم، هنقولهم برضو بطريقة اغنية بسيطة كده نحفظ بيها، تمام؟ فوليوم عشان هي اللي قدامنا الاول دلوقتي، بنقول ايه؟ volume is the space occupied by matter، volume is the space occupied by matter، volume is the space occupied by matter، volume is the space
occupied by matter. سهلة. كمان كلمة mass اللي خدناها من شوية، فاكرين mass كنا بنقول ايه؟ ها شوف مين فاكر. mass the amount of matter in an object. تعالوا نقولها بطريقة بسيطة برضو حلوة نحفظها. mass the amount of matter in an object. 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 اوكي سهلين، نجرب نرددهم كده مع بعض تمام ونحفظهم حلو. طيب when we deal with many types of matter، لما نيجي نتعامل مع انواع مختلفه من الماتر، we need to measure it، بنحتاج نقيسها. يعني لما اجي اشتري حاجه او بتعامل مع اي ماتر من اي نوع، انا بحتاج اقيس كتير. عايز اعمل حاجه، عايز اشتري حاجه، بحتاج اقيس. زي ايه الحاجات اللي احنا بنحتاج نقيسها؟ بنحتاج نقيس لينث، لينث الطول، بحتاج اقيس الطول بتاعها لينث، او الماس الكتله بتاعتها بوزنها، او الفوليوم الحجم، او الفوليوم اللي هو الحجم. length او mass او volume. تمام، ال 3 concepts دول، الثلاث مفاهيم الجداد دول اللي احنا بنحتاج نقيسهم، هناخدهم بالتفصيل كل واحده منهم، نعرف الميجرنج تولز الادوات اللي انا بقيس بيها، ونعرف الميجرنج يونتس وحدات القياس. ببساطه كده وبهدوء هناخدهم مع بعض ونفهم. First, we will talk about length. أول حاجة هنتكلم عن length، الطول. الطول لما بجي أشتري piece of cloth، قطعة من القماش مثلا. In the cloth store، في المتجر اللي بيبيع القماش، the seller asks about the length of the required cloth. البياع بيسألنا عن الطول اللي احنا محتاجينه من الcloth. أنا محتاجة 1 meter، 2 meters، محتاجة قد إيه بالظبط علشان اشتري. تمام، فهو بيسأل عن اللينس الطول، بنشتري الكلوث باللينس. طيب انا محتاجة اعرف ايه؟ عنوان الدرس بتاعنا اصلا measuring tools. measuring tools، tools يعني ادوات، tools يعني ادوات. حتى الادوات اللي معاك في البنسل كيس، البنسل والرابر، كل الحاجات دي اسمها tools. لكن هنا احنا بناخد measuring tools، ادوات القياس، الادوات اللي بقيس بيها، الادوات اللي بقيس بيها. طب انا عايزه اعرف الميجرنج تولز اوف لينث. ميجرنج تولز اوف لينث، ايه الادوات اللي بمسكها وبقيس بيها اللينث الطول؟ اول حاجه عندي ميجرنج رولر، اللي معانا كلنا بتبقى في البنسل كيس بتاعتنا. ميجرنج رولر، ميجرنج رولر زي اللي في الرسمه دي اهو، مرسوم عندي الميجرنج رولرز، رولر. اوكي، الميجرنج رولر از يوزد تو ميجر ذا سمول لينث as pencil. بتستخدم لقياس ايه؟ السمول لينث، بتقيس الاطوال الصغيره زي pencil، pen، the side of the book، الجانب كده بتاع الكتاب، طول الكتاب. يبقى بتقيس حاجات صغيره، اطوال صغيره. يبقى الميجرنج رولر اول حاجه عندي، اول حاجه في الميجرنج تولز اوف لينث، ميجرنج رولر، المسطره اللي بستخدمها في القياس. ممكن اقول ميجرنج رولر او اقول graduated ruler. graduated ruler يعني ايه كلمة graduated؟ يعني مدرجة فيها numbers من اول زيرو، بنقدر نقيس 1 2 3 سنتيمترز. اوكي، متقسمة فيها تدريج بالسنتيمترز. تمام، طيب ايه تاني عندنا غير الرولر؟ لو عندي حاجات كبيرة عايزة اقيسها اكبر من البنسل والبوك، هقيسها بايه؟ عندي حاجة اسمها graduated تيب. graduated tape، في شريط، شريط بيبقى مدرج اقدر اقيس بيه زي اللي موجود في الرسمه، شريط مدرج زي ده، زي اللي بنستخدمه لما بنيجي نقيس البيس اوف cloth او اي حاجه تانية تكون كبيره اكبر من السنتيمترز الصغيره دي. دي بتبقى اكتر، يعني بيبقى 3 او 5 meters اكبر من كده. used to measure the large lens. used to measure the large lens، يبقى الجراديويتد تيب يوزد تو ميجر ذا لارج لينث. يبقى انا عندي تو تولز، عندي اتنين من الادوات هنا بتقيس لي اللينث.
حاجة بتقيس السمول لينس اللي هي ايه؟ very good ruler measuring ruler، وحاجة بتقيس large lens اللي هي ايه؟ very good graduated tape، graduated tape. ممكن نقولهم مع بعض عشان نحفظهم برضو: measuring tools of lens، measuring tools of lens، graduated ruler، graduated tape، graduated ruler، graduated tape. نحفظهم بطريقة دي سهلة: measuring tools of lens، graduated ruler، graduated tape. احنا بقى فاهمين بعد كده ان اقدر اقول measuring او graduated هي هي، لو اتبدلوا مفيش مشكلة. الرولر للسمول لينس والتيب لللارج لينس. measuring units، measuring units of lens، وحدات القياس بتاعة اللينس بتاعة الطول. measuring units يعني ايه الاول؟ يعني ايه units؟ يعني ايه وحدة؟ وحدة الخطوة بتاعتي كام؟ الخطوة بتاعتي كام؟ لما احنا قسنا دلوقتي البنسل من شوية جنب الرولر وقلنا مثلا البنسل دي لقيناها قدام وصلت لغاية نمبر 9، يبقى 9 ايه؟ طول البنسل ده 9 ايه؟ هل ممكن يبقى 9 كيلو؟ لا دي حاجة كبيرة قوي، لا البنسل مش كيلو خالص. طب البنسل هي 9 ايه؟ الوحدة بتاعته ايه؟ يبقى دي الميجرينج يونتس، انا عايز اعرف الوحدة. الموجود على الرولر هي 9 سنتيمترز، لان each step in the ruler، كل step موجودة على الرولر between two numbers دي represents 1 سنتيمتر، دي بتمثل 1 سنتيمترز. يعني بين الزيرو والوان انا دي 1 سنتيمتر، رحت النمبر 2 بين الوان والتو دي 1 سنتيمتر تاني، تمام؟ يبقى انا الخطوات اللي عندي على الرولر دي بالسنتيمترز، دي الوحدة بتاعتي، الوحدات دي عبارة عن سنتيمترز. فدي اول وحدة عندي، اصغر وحدة بقيس بيها اللينس هي السنتيمتر. سنتيمتر نمسك الرولر بتاعتنا كده ونشوف اي حاجة نقيسها بن او بنسل ونشوف مكتوب ايه على الرولر. هنلاقي كمان سي ام الاختصار بتاع سنتيمتر مكتوب على الرولر بتاعتنا. يبقى السنتيمتر بقيس بيها ايه؟ دي بقيس بيها سمول لينسز، زي ما الرولر بقيس بيها السمول لينسز، يبقى الوحدة بتاعتي المناسبة للسمول لينسز هي السنتيمتر. زي ايه؟ زي اللينس of your pen او pencil or the sides of your book او الجوانب بتاعة الكتاب. الحاجات الصغيرة بقدر اقيسها small lenses، بقيسها بالسنتيمترز. دي اول يونت. طب عندي يونت اكبر شوية؟ عندي يونت اكبر شوية اسمها متر. متر الوحدة الواحدة بتاعتي متر، تمام؟ فالمتر اكبر من السنتيمتر. 1 متر equal 100 سنتيمتر. 1 متر equal 100 سنتيمتر. 100 سنتيمتر بيكونوا 1 متر. يبقى وحدة واحدة عندي جديدة اكبر اللي هي المتر. طب بقيس بيها ايه المتر؟ بقيس بيها large lenses، الاطوال الكبيرة. such as the dimensions of your classroom، زي الابعاد بتاعة الكلاس روم، الفصل بتاعنا. بنقدر نقيس الفصل بتاعنا dimensions بتاعته، ابعاده اللي هي length والwidth والheight، الطول والعرض والارتفاع بتاعه، بقدر اقيسها بالمتر. مش ممكن اقيس الطول بتاع الكلاس روم واقول ان طوله 3، طب 3 ايه؟ طوله 3، مش ممكن اقول سنتيمترز، ده ما يبقاش كلاس روم، ده يبقى بوكس صغيرة، علبة صغيرة انا ماسكها بايدي. لكن كلاس روم كبير يبقى 3 meters. يبقى مهم قوي وانا بقول اي اكزامبل، ممكن يجي لك اسئلة في تشوز او whatever يسألك ايه السيوتبل يونت للحاجة دي، ايه الوحدة المناسبة. فلازم اتخيل، لازم اتخيل الحاجة دي ايه وايه سيوتبل يونت المناسبة ليها، تمام؟ بقيس ايه الاول؟ انا بقيس لينس، يبقى بفكر في الحاجات اللي بتقيس اللينس، بعدين اشوف هل اللينس ده سمول ولا لارج، ولا في حاجة عندي كمان تاني للحاجات الفيري لارج لينسز. لما يكون في اطوال كبيرة قوي تتقاس بايه؟ اكبر من المتر كمان، يعني مش 3 او 5 meters او 10 meters، حاجات اكبر من كده.
اه الحاجات الاكبر دي زي ال distance اللي between Cairo and Alexandria، المسافة بين كايرو القاهرة and Alexandria، او كايرو and أسوان او أسيوط، اي بلد مسافة بين بلدين. تمام، ال distance between cities المسافات اللي بين المدن بقيسها بحاجة اسمها كيلومتر. كيلومتر، يبقى انا جبت كلمة متر هي هي، بس ضفت قبلها كلمة كيلو. كيلومتر معناها كام متر؟ دايما كلمة كيلو اعرفوها كده حتى في الماس، كلمة كيلو اشيلها واحط مكانها 1000 على طول. كلمة كيلو اشيلها واحط مكانها 1000، 1000 ألف متر. 1 كيلومتر equal 1000 متر، يبقى ال 1 كيلومتر دي اكبر وحدة في اللينس، equal 1000 متر بتساوي 1000 متر. 1 متر equal 100 سنتيمتر، المتر الواحد فيه 100 سنتيمتر. اوكي، تعالوا نقولهم مع بعض تاني. measuring units of length، measuring units of length نحفظهم زي ما قلنا الميجرينج تولز. measuring units of length، سنتيمتر متر كيلومتر، سنتيمتر متر كيلومتر، دي بس حاجة نجمل فيها الكلام مع بعضه عشان نفتكره. measuring units of length، سنتيمتر متر كيلومتر، measuring units of length، سنتيمتر متر كيلومتر. اوكي، اخدنا لما نقيس اللينس. تاني حاجة ممكن نقيسها لما نيجي نتعامل مع الماتر، تاني حاجة ممكن نقيسها هي الماس، ماس الكتلة. in the market في السوبر ماركت مثلا، the seller asks you about the weight او mass. هو في العادي بنستخدم weight وmass بنفس المعنى، لكن المفروض في الساينس في فرق بينهم، بس هنعرفه بعدين في سن اكبر. يبقى السيلر بيسألك على الكتلة اللي انت عايزها، الوزن اللي انت عايزه. vegetables، mass of vegetables او mass of fruits، عايز قد ايه، كام كيلو vegetables او كام كيلو fruits or meat that you will buy، اللي انت هتشتري، يبقى بيسألك عن الماس. measuring tools of mass، محتاجين نعرف ايه الادوات اللي بستخدمها عشان اقيس الكتلة، عشان اوزن. انا عندي اول نوع اللي هو common balance. common balance، كلمة common يعني عادي، ميزان عادي. common balance ميزان عادي، ممكن نسميه اسم تاني، ممكن نقول two pan balance. two pan balance، الميزان اللي عنده two pan، كفتين، بيبقى فيه كفتين. تمام، فالcommon balance او two pan balance انا بستخدمه عشان اقيس بيه ايه، for big masses. for big masses بقيس بيه الكتل التقيلة الكبيرة، such as one kilogram of sugar، زي لما اقيس one kilogram of sugar، كيلو سكر. and half kilogram of cheese، ونص كيلو مثلا من الجبنة. فالحاجات دي ال vegetables وال fruits وال sugar وال cheese في السوبر ماركت، كل الحاجات دي انا بقيسها بالكيلو، فبقيسها ال tools بتاعتي اللي ممكن استخدمها، ال tool المناسبة هي ال common balance، الميزان العادي، زي اللي موجود قدامنا في الرسمة، ميزان عادي عنده two pans، عنده كفتين، بقيس بيه الحاجات الكبيرة ال big masses. طيب ايه تانية، ايه حاجة تانية عندي بقيس بيها؟ لو عندي حاجات صغيرة هقيسها بايه؟ عندي حاجة اسمها sensitive balance. sensitive balance ميزان حساس، ميزان حساس. يعني ايه حساس؟ بيحس بأصغر الكتل، الكتل الصغيرة خالص. for small masses، for small masses الكتل الصغيرة، such as gold زي الذهب. لما بنيجي نشتري ذهب، حلق او خاتم او whatever، اي حاجة ذهب انا بقيسها بالجرام، حاجات صغيرة. يبقى انا محتاجة sensitive balance، ميزان حساس يقدر يحس بالاوزان الصغيرة دي. وايه كمان تاني، فين تاني غير الجولد؟ زي كمان الكيميكالز ان لاب. لما بنيجي نقيس في التجارب بقى، لما بندخل اللاب بنحب نعمل تجارب، الكيميكالز اللي بنستخدمها لازم تتوزن بالجرام، لان دي حاجات دقيقة قوي، ممكن لو زودنا شوية او نقصنا نعمل مشكلة او نبوظ التجربة بتاعتنا. فالكيميكالز المواد الكيميائية
اللي بنستخدمها في المعمل برضو بنحتاج نوزنها بالسنسيتيف بالانس زي الميزان ده، وفي منه ميزان عادي برضو لكن سنسيتيف، يعني في كفتين برضو لكن اصغر من الكومون بالانس، وفي الديجيتال اللي زي ده، في الحالتين نوعين مختلفين من السنسيتيف بالانس. يبقى الميجرينج تولز اوف ماس، ميجرينج تولز اوف ماس ادوات القياس للماس حاجتين نحفظهم مع بعض، كومون بالانس سنسيتيف بالانس، كومون بالانس سنسيتيف بالانس، ميجرينج تولز اوف ماس كومون بالانس سنسيتيف بالانس. ميجرينج يونتس اوف ماس، ميجرينج يونتس اوف ماس وحدات القياس بقى بتاعه الماس، زي ما اخدنا الميجرينج يونتس اوف لينث برضو عندي وحدات لقياس الماس. ايه الوحده اللي بقيس بيها الماس؟ يعني لما اجي اوزن اي حاجه، اي حاجه تقيله، وبعدين اقول اشوف كده الوزن بتاعها. تعالوا نبدا من الصغير للكبير. اصغر حاجه سمول ماسز بقيسها بالجرام، بالجرام. يبقى اول حاجه عندي جرام، جرام فور سمول ماسز، فور سمول ماسز لما يبقى عندي كتل صغيره such as jewel زي المجوهرات، تمام؟ انا بقيسها بايه؟ بالماس. جول اللي هي السيلفر اند جولد، اي حاجه من الاسامي دي لو جت يبقى هو بيتكلم عن سمول ماسز، بقيسها بالجرام، بقيسها بالجرام. دي اصغر وحده بقيس بيها الماس. الوحده اللي اكبر منها على طول عندي كيلوغرام. دي بقى مناسبه لايه؟ لارج ماسز، الكتل الكبيره، الاوزان الكبيره such as fruits and vegetables. لما اجي اشتري فاكهه او خضار انا بشتريهم، بشتري بالكيلو، مش بروح اقول للراجل اديني جرام من البنانه مثلا، جرام بنانه هيقطع لي جزء من واحده ويديها لي، مش ممكن. انا بشتري بالكيلو جرام، بالكيلو جرام. الراجل بيوزن لنا كيلو من البنانه، من الابلز، واتيفر الحاجه اللي احنا عايزينها، الفروتس او الفيجيتابلز بتتوزن بالكيلو جرام. طيب في وحده اكبر من كده تاني؟ في وحده كمان اكبر، بس تعالوا نشوف الاول ان 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام ايكوال، احنا قلنا اول ما نلاقي كيلو نحط ايه؟ كام؟ اول ما الاقي كلمه كيلو اشيلها واحط مكانها 1000، يبقى كيلو جرام ايكوال 1000 جرام، كيلو جرام ايكوال 1000 جرام. اوكي شاطرين. عندي الوحده الاكبر فور فيري بيج ماسز اللي هي تون، تون. التون for very big masses. طب عبارة عن إيه التون؟ عبارة عن 1000 كيلوغرام، 1000 كيلوغرام، 1000 كيلو. شوفوا التدريج زي، يعني كيلوغرام 1000 جرام، 1 تون equal 1000 كيلو، 1000 من الكيلوغرام، 1000 من الكيلوغرام. تمام؟ يبقى عندي الـ measuring units of mass، الأوزان من الصغير للكبير، جرام كيلوغرام تون. طب تون بتقيس حاجات زي ايه؟ حاجات كبيره قوي زي الكارز، لما يبقى حد جايب بيشتري عربيه او جايب عربيه من مكان لمكان بيوزنوها بالتون، او البلوكس اوف ايرون، لما اجي اقيس فيري بيج ماسز زي البلوكس اوف ايرون، تمام؟ بلوكس اوف ايرون اللي هي الحديد، بلوكات الحديد الكبيره اللي بتستخدم في البناء، بستخدم ليها وحدة قياس برضو التون. اوكي تعالوا نقولهم مع بعض تاني. measuring units of mass، measuring units of mass جرام كيلوغرام تون، جرام كيلوغرام تون. تالت حاجة محتاجين نقيسها واحنا بنتعامل مع الماتر هي الفوليوم. بقى احنا خدنا اللينث والماس، تالت حاجة عندنا الفوليوم، الحجم. if you want to buy milk or oil، لما تحب تشتري milk أو oil، لبن أو زيت، the seller ask you about the volume، البياع هنا بيسألك انت عايز volume قد ايه، تمام؟ volume قد ايه. عشان كده حتى على العلبة بتاعة الملك أو الoil بيبقى مكتوب مثلا الملك ده 1 liter، 1.5 liter، الoil نفس الكلام، بيبقى فيه ازازات بتبقى 1 liter أو حاجات أكبر 3 liters 5 liters، تمام؟ يبقى الليتر دي ده فوليوم، ده حجم. ايه الميجرينج تولز اوف فوليوم؟ ايه هي الميجرينج تولز
of volume. ايه الادوات اللي بقيس بيها الفوليوم؟ انا عندي اول حاجه graduated cylinder. graduated cylinder اوكي. الgraduated cylinder زي اللي موجود عندنا في الرسمه ده، بيبقى موجود في المعمل في اللاب. used to measure the volume of liquids. used to measure the volume of liquids بستخدمه عشان اقيس بيه حجم السوائل. لو عندي اي ماده سائله في المعمل chemicals تمام، بنحطها في السلندر او حتى الووتر بحطها في السلندر واحسب، لانه graduated. فاكرين قلنا graduated يعني ايه؟ مدرج. سلندر مدرج تمام، اسطوانه كده واقفه وبتبقى فيها تدريج، بيحسب لي الفوليوم بالظبط بالملي ليترز اوكي، بالملي ليترز بوحده اصغر الملي ليترز، بيحسب لي الفوليوم اوف ليكويدز. او كمان في طريقه هناخدها بعد كده بقدر احسب بيها الفوليوم اوف الريجولار سوليد اوبجكت. الريجولار سوليد اوبجكت يعني لو عندي جسم صلب سوليد وارريجولار وغير منتظم، يعني ما اقدرش احسب الدايمنشنز بتاعته الابعاد بتاعته، اقدر احسب الفوليوم بتاعه باستخدام السلندر برضو. هنعرف الطريقه بعد شويه. طب ايه النوت اللي عندي؟ عندي نوت مهمه جدا وانا باجي احسب الفوليوم بتاع اي ماده سائله اي ليكويد، لازم اعمل حاجه مهمه جدا، لازم الفيجن، لازم الفيجن بتاعتي النظره بتاعتي الرؤيه بتاعتي must be in a horizontal direction at the lower point of water level. لازم عينيا وانا ببص تكون في اتجاه افقي، horizontal direction يعني اتجاه ايه؟ افقي. لازم عيني تبقى في نفس مستوى الميه بالظبط، واشوف اللور بوينت اوف ووتر ليفل، اشوف اقل بوينت من مستوى سطح الميه، لان من على الجنبين السطح بيكون اعلى شويه، انا عايز اشوف اقل بوينت. اقل بوينت هي دي القرايه الصح. طيب ايه تاني بستخدمه عشان اقيس الفوليوم؟ بستخدم الرولر ببساطه. احنا خدنا الرولر بقيس بيها اللينس، وانا فعلا هنا هقيس بيها اللينس برضو، لكن لما يكون عندي regular solid bodies. regular solid bodies لو عندي جسم صلب منتظم زي البوكس، البوكس ليه لينس ويتس وهايت، منتظم ليه طول وعرض وارتفاع، فانا بقيس اللينسز دي المختلفه بالرولر، وبعدين بعمليه حسابيه بسيطه بقدر اعرف الفوليوم برضو هناخدها. يبقى الرولر used to measure the dimensions of regular solid bodies. يبقى نقول مع بعض على الميجرينج تولز اوف فوليوم. ميجرينج تولز اوف فوليوم graduated cylinder ruler. ميجرينج تولز اوف فوليوم graduated cylinder ruler. طيب قبل ما ناخد الميجرينج يونتس للفوليوم انا محتاج اعرف الجزء ده الاول. The methods of measuring the volume. The methods of measuring the volume. ايه الطرق اللي بحسب بيها الفوليوم؟ انا عندي حالتين، يا اما يكون عندي regular solid body او irregular solid body. الregular solid body زي الصورة عندنا زي البوكس ده، ليه width ولength وهايت، عرض وطول وارتفاع. عندي رول لازم احفظها كويس قوي بحسب بيها الفوليوم بتاع regular solid body. regular solid body الجسم المنتظم تمام. volume equal length times width times height تمام. بعمل عملية ضرب multiplication length times width times height تمام. هو بيديني مثلا زي الاكزامبل ده find the volume of a box its length 5 سنتيمتر، الطول بتاعه 5، its width 2 سنتيمتر، عرضه 2 سنتيمتر، its height 3 سنتيمتر والارتفاع 3 سنتيمتر. طيب احسب الفوليوم ازاي؟ انا حافظ الرول volume equal length times width times height. volume equal length times width times height. بكتب الرول الاول وانا بحل المساله، لازم حتى بالاختصار ممكن اعمل l times w times h، ممكن نحفظ بالاختصار، اكتب الرول حتى بالاختصار بتاعها، وبعدين اكتب النمبرز. the volume of the books equal 5 times 2 times 3.
ولما نضربهم في بعض هيطلع عندي result كام؟ 5 times 2 كام؟ 10. 10 times 3 30 cubic centimeter. 30 cubic centimeter. تمام؟ الوحدة بتاعت الفوليوم هنا cubic centimeter. النمبر 3 اللي مكتوب من فوق ده معناه سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب لان عندي 3 dimensions. ببساطة عشان نفهم جه منين، لان عندي 3 dimensions، ابعاد، 3 ابعاد مختلفة، 3 lenses، 3 اطوال انا بحسبهم. فالنمبر 3 ده انا بكتبه من فوق الوحدة الطول اللي عندي. يعني لو سنتيمتر بتبقى كيوبيك سنتيمتر الفوليوم، لو اللينس متر يبقى الفوليوم كيوبيك متر. نفس وحدة اللينس بضيف عليها الثري اللي بتتكتب من فوق دي، معناها كيوبيك سنتيمتر او كيوبيك متر. دي بتقيس الفوليوم من وحدات الفوليوم. طب ايه كمان تاني؟ انا عندي كمان الارريجولار سوليد بادي. الارريجولار سوليد بادي لو الجسم الصلب اللي عندي مش منتظم، ما اقدرش احسب ليه ويتس ولينس وهايت، زي بيس اوف ستون مثلا، قطعة طوبة صغيرة، احسبها ازاي؟ انا بيبقى عندي السلندر، احنا قلنا بنستخدم السلندر، طب استخدمه ازاي؟ بصوا بقى هنعمل ايه هنا. شايفين في الرسمة دي انا بستخدم الجراديوتد سلندر، بجيب السلندر واحط فيه كمية من الووتر، pour some water in the cylinder and measure the volume، واحسب الفوليوم بتاع الووتر لوحده. يبقى the volume of water كام؟ الvolume of water هو اللي مشاورين عليه بالسهم وكاتبين V1. الvolume of water only هو اللي احنا مشاورين عليه بالسهم وكاتبين V1، volume number 1. طب السلندر التاني هو نفس السلندر، هو بس بيوضح لي في الرسمة، نفس السلندر اللي انا حطيت فيه المية، هزود واحط معاه piece of stone. piece of stone قطعة الستون اللي عندي اللي انا عايز اعرف الفوليوم بتاعها. تمام؟ فهلاقي الووتر ليفل raises up. الووتر ليفل raises up، هلاقيه عالي لفوق، مستوى المية بيعلى لفوق. ليه عالي لفوق؟ لان في فوليوم جديد اتضاف مع المية. الفوليوم بتاع الستون اتضاف مع المية. فدلوقتي انا عندي V2. V2 represents A. V2 represents the volume of water plus the volume of stone. The volume of water plus the volume of stone. انا عندي المية والستون مع بعض في V2. يبقى ببساطة جدا انتوا فكروا كده، يبقى اجيب الفوليوم of stone لوحدها ازاي؟ V1 volume of water only. V2 volume of water and stone. يبقى اعمل ايه؟ The volume of the stone equal the difference between the two readings. الفرق اللي بين ال two readings هو ده ال volume of stone. هجيب V2 الاول الاكبر، هجيب V2 الاول minus V1. يبقى انا هحفظ الرول دي كمان عشان اجيب ال volume بتاع irregular solid body. بعمل عملية بسيطة قوي، بعمل V2 minus V1. V2 minus V1. V2 represents the volume of water and stone و V1 the volume of water only. لما أطرح دي من دي هيجي لي ال volume of stone، وبرضو اليونت عندي هنا cubic centimeter. cubic centimeter. طيب أنا عندي هنا حالة مختلفة شوية ممكن تجيلنا في مسائل. When body is submerged completely in a cylinder full of liquid، يعني لو انا عندي جسم مغمور بالكامل submerged completely in a cylinder full of liquid، السلندر مليان لاخره بالميه. The liquid is spilled، يبقى لو اصلا السلندر مليان لاخره بالليكويد او بالميه بالووتر، واجي احط فيه كمان ستون او whatever اي جسم صلب عندي irregular هحطه، هلاقي ان الليكويد از سبيلد. يعني سبيلد يعني بدا يتكب بره، كومز اوت فروم ذا سيلندر، بيخرج بره السيلندر. في الحاله دي الفوليوم اوف ذا بادي ايكوال ايه؟ مش هعمل ماينس، انا ما عنديش قرايتين اصلا. هنا الفوليوم اوف ذا بادي ايكوال ذا فوليوم اوف سبيلد ووتر، هيبقى قد الميه اللي اتكبت بالظبط، هيبقى قد الميه اللي اتكبت.
لانه هو كان مليان لاخره، لما حطيت الستون فيه شويه من الميه خرجوا عشان يدخل مكانهم البيس اوف ستون قد يعني شويه الميه اللي خرجوا بنفس الحجم بتاع الستون اللي انا حطيتها في الميه في السلندر. تمام، دي حاله وحيده مختلفه لما بتجيلنا نفهم ان دي الفوليوم بتاعها في الحاله دي equal the volume of spilled water. امتى؟ في حاله بس ان السلندر يكون full of water، مليان لاخره بالميه. ايه الميجرنج يونتس بقى بتاعه الفوليوم؟ ميجرنج يونتس بتاعه الفوليوم احنا جبنا سيرتها في لما جينا نحسب الفوليوم في باشكال مختلفه. الفوليوم اوف سوليدز اند ليكويدز، الفوليوم اوف سوليدز اند ليكويدز ليهم وحدات مع بعض مناسبه للاثنين اللي هي الكوبيك سنتيمتر والكوبيك متر اللي احنا قلنا عليهم من شويه، عشان كده جبنا الميثودز الاول. اوكي، فوليوم اوف سوليدز اند ليكويدز لما اجي احسب الحجم بتاع المواد الصلبه او المواد السائله في الحالتين مناسب ان انا اقول كيوبيك سنتيمتر او كيوبيك متر، تنفع في حاله السوليد او الليكويد، كيوبيك سنتيمتر وكيوبيك متر. يبقى measuring units of volume of solids and liquids كيوبيك سنتيمتر كيوبيك متر، بكتب سنتيمتر وفوقيها 3 او متر وفوقيها 3 حسب اللينس اللي عندي في الـ في السوليد اوبجكت مثلا. طب انا عندي كمان الفوليوم اوف ليكويدز اونلي، في يونتس ثانيه سيوتابل فور ليكويدز اونلي، يعني ما تنفعش غير مع الليكويدز. الكيوبيك سنتيمتر والكيوبيك متر ينفعوا مع السوليدز او الليكويدز الاثنين، لكن عندي يونتس كمان تنفع للليكويدز بس، تنفع للليكويدز بس. زي ايه؟ الملي ليترز، ملي ليترز، ملي ليترز باختصارها ام ال، او ذا ليتر اللتر اختصاره ال، ملي ليترز او ليترز. دي وحدات خاصه بالليكويدز بس. بلاقي كلمه ملي ليتر، انتوا بتجيبوا العصير الصغير كده علب الجوس الصغيره بتلاقي مكتوب عليها 250 او 350 ملي ليتر. نركز كده نبص واحنا بنجيب المره الجايه هنلاقي مكتوب ام ال، دي ملي ليتر. او لو علب اكبر بنشتري علبه عصير كبيره او لبن كبيره بيبقى مكتوب عليها النمبر باللتر 1 لتر او 1 1/2 لتر حسب هي فيها قد ايه. يبقى الليكويدز السوائل كلها جوس او ميلك او وات ايفر اللي احنا بنجيبه بالملي لتر او بالليتر الفوليوم بتاعها. يبقى نعرف الميجرنج يونتس اوف فوليوم، ميجرنج يونتس اوف فوليوم ايه اللي مناسب للسوليد والليكويد الاثنين، كيوبيك سنتيمتر كيوبيك متر، كيوبيك سنتيمتر كيوبيك متر. طب ايه اللي مناسب للفوليوم اوف ليكويدز اونلي، ملي لتر لتر، ملي لتر لتر. طب في تحويلات، انا عندي الليتر الليتر ايكوال 1000 ملي لتر، اللتر الواحد فيه 1000 ملي، 1 لتر ايكوال 1000 ملي لتر. ممكن اشيل كلمه ملي لتر واحط مكانها كيوبيك سنتيمتر، يبقى الملي لتر قد الكيوبيك سنتيمتر والليتر قد الكيوبيك متر. تمام، يعني كل اتنين قصاد بعض قد بعض يا جماعه، يعني الملي لتر قد الكيوبيك سنتيمتر قد بعض. تمام، لكن ده ليكويد وده ممكن ينفع مع ليكويد او سوليد. الليتر ايكوال 1 لتر ايكوال 1 كيوبيك متر. تمام، يبقى اخر حاجه نعرفها في التحويلات تاني ناكد عليها 1 لتر ايكوال 1000 ملي لتر. تمام، حتى في ناس في اللتر يقولوا كيلو، يعني في واحد ممكن يقول انا عايز اشتري لتر لبن او كيلو لبن، لكن هو اصح ان احنا بنقول هنا الفوليوم مش ماس، ده الفوليوم مش ماس. تمام، يبقى 1000 ملي لتر هي 1000 كيوبيك سنتيمتر. اوكي كده خلصنا الدرس، لكن عايزين ناخد some questions for summary، عايزين ناخد شوية أسئلة كده عشان نلخص وعشان نعرف برضو أنواع الأسئلة اللي بتيجي. في سؤال بيجي اسمه give reason، give reason قول السبب أو اديني سبب، يعني بقول لك جملة، السؤال عبارة عن جملة وأقول لك قولي السبب بتاعها. زي إيه؟ لما يقول لي the car has a volume، the car has a volume، الكار ليها volume. ليه؟ ليه الكار ليها حجم؟ احنا فاكرين الديفينيشن بتاع فوليوم،
volume is the space occupied by matter. تمام؟ ال volume عبارة عن ال space اللي بيشغله ال matter. يبقى ليه القارة ليها volume؟ As it occupies a part of space. أو occupies a space مفيش مشكلة. As it occupies a space. لأنها بتشغل فراغ. مادام بتاخد مكان من الفراغ أو part of space أو جزء من الفراغ يبقى هي ليها volume. نمبر 2 ده سؤال مهم برضو في الجيف ريزون اللي بيجي في أول درس. يجيب لي أي example ويقول لي هو ليه matter. أي example. A glass is a matter. الكوباية matter ليه؟ برضو نفتكر definition. التعريف. Matter, everything has mass and volume. يبقى glass is a matter ليه؟ Because glass has mass and volume. ممكن أقول because أو as. الاثنين ما فيش مشكلة. As ممكن تكون سهل علينا دلوقتي. As it has a volume and mass أو mass and volume زي ما احنا حافظين مش يعني مش مهم الترتيب. As it has mass and volume. As it has mass and volume. Air is matter. Air is a matter. الهواء كمان matter. الهواء كمان matter. ليه؟ برضو لأنه نفس السبب. As it has mass and volume. ده سؤال مهم بيجي في أول درس. أي حاجة يقول لي هي matter ليه؟ As it has mass and volume. As it has نحفظها خلاص. As it has mass and volume. As it has mass and volume. طيب سؤال مهم هنا. When some pieces of stone لما شوية أجزاء كده من الحجارة أو من الطوب are put in a glass full of water. ركز في الكلام قوي وإحنا بنقرأ في الساينس. Full of water. يبقى الجلاس مليانة مية. An amount of water is spilled. في شوية مية بيتكبوا. Out of the glass. بره الجلاس. ليه في مية بتتكب؟ احنا قلنا قبل كده. البيسز دي اللي انا هحطها ليها فوليوم صح؟ طب الفوليوم بتاعها. الفوليوم بتاعها. قد الفوليوم بتاع المية اللي اتكبت. يبقى هقول. As the pieces of stone have volume that replace the volume of spilled water. او عايزين نقول بس انهم equal مفيش مشكلة. اسهل من كلمة replace. عايز اقول the pieces of stone have volume equal the volume of spilled water. يبقى بدل كلمة replace ممكن اقول equal the volume of spilled water. الاسهل بالنسبة لنا بنحفظه من الاول ويبقى هو ده ثابت معانا. The pieces of stone have volume equal the volume of spilled water. تمام؟ عندي سؤال تاني بيجي واسمه define. define يعني اقول الديفينيشن، اقول التعريف. احنا واخدين ثلاث تعريفات مهمه، 3 definitions مهمين في الدرس ده. matter، mass، volume. انا مش هكتبهم لكن انتوا كاتبينهم قبل كده، انتوا اللي هتقولوا بقى. تعالوا نقول الديفينيشن بتاع matter. نفتكر كده السونج. matter. Matter is everything has mass and volume. تمام فاكرينه؟ اوكي طب نفتكر mass. mass the amount of matter in an object. right. طيب volume فاكرين volume التعريف بتاعها؟ اول ما اقول كلمه volume افتكر space. volume يعني لازم يكون في مكان فاضي تاخده. اول ما اقول volume افتكر space. volume is the space. يبقى هقول كده ها volume is the space occupied by matter. برافو عليكم. نحفظهم حلو قوي ونذكرهم حلو قوي. good luck. سنة حلوة علينا وان شاء الله نستمتع قوي بالساينس السنة دي. هو جميل وحلو بس عايز شوية شغل علشان اول سنة ناخده مع بعض. good luck.